واضح طبعا منظر الميه ان دي ميه ميه نيل. بعض الفرق كانت بتعمل عليها حاجه اسمها بايو ديجريديشن، معالجه حيويه بالفلتر اللي هو الرملي اللي هو موجود هون. دي اي مشاكل عضويه او بايو او هيدرو كيماويه بتتكسر بواسطه البكتيريا اللي هي ايه شغاله في الفلتر ده. الجنس بتاع السمكة. بس هو الدرابي اللي هو الدرابي اللي هو